اصبر وما صبرك الا بالله. حمل للبعير الثالث، شالوا ما يقدر يقوم، شالوا ما يقدر يقوم. والله كريم، الله كريم، الله كريم. الرؤية والحلم دور حدا يفسره، يعني الدين. ايوه، ثالث بعير شال القرآن وما اللي جابنا هنا أول وآخره هو الله تعالى، ولكن جابتنا الحكومة والسياسة. جابونا هنا ينطونا أرض واسمه الحزام العربي، جابونا الحزام العربي، الحزام العربي الله يرحمه راح بالمصاري. ظل الدورة الدورة، ظلت الدورة شغل الحكومة والسياسة، وعنده مخ يوم صار الوقت مثل ما رادوا. احنا اليوم صرنا تحت الخطية. شي يدون بنا يسوون؟ والله يعلم، المستقبل عند الله. جينا من غاد جابونا بالثلاثاء وسبعين، أول رحلة جت عندنا من غاد من حلب 73، ونزلت يم الدرباسية يقول لها الجرية ظهر العرب، أول اسم هين اسمه ظهر العرب. جابونا من غاد ونزلونا هين، بعدين قالوا يجون على الجرية أربعة خمسة أرواحهم من خم الارض الجريه تدونها نعطيكم اياها من الرقه او من حلب. ونزلونا من ديريك الغربي راس العين للمناجير، وسبحان الله بعد 75 نيسان حزيران منعم الرحلات. صار واللي شبع وشبعوا اكل الاكلوا راح مع النمر. ابني ظل هناك، اخوي ظل هناك، عمي ظل هناك، خلوه هناك ما عاد يجي. ممنوع كل شيء. اجى هنا جه واستفاد، وظل هناك ظل عامل وداير، لانه ما عنده لا اوى ولا بيت ولا ارض، عمال بهالشهور. والحمد لله حتى يرضى وجه الله، الحمد لله رب العالمين. احنا الارض جينا منها بحيره، ما عندنا ارض هناك. بناس عندهم ارض لكن الارض راحت، شجروها، الارض راحت، يعني ما ظل ارض. الارض رحنا منها ما ظلنا بها ارض. استعملونها غيرنا، يعني ارض نرجع غاد بيت نعمر بيه مالنا، يعني مد راح نسكن مالنا. يوم نروح من هنا نروح مثل يقول بخيام، نروح لاجئين مثل الطير يطير، ما له عش. وين نروح؟ ساكنين وعلى الله ما نقدر نحشي. على اساس الكراد يحطونهم سوريا بالداخل، واحنا يحطوننا سياج حدود هناك ما زبط. اللي اشتغل بالسياسه اشتغل بالمصاري، والمصاري اشتغلت، واللي اشتغل السياسه ومن افتحم جوابهم كل شيء راح. القياده مو انسان واحد، ناس تاخذ المصاري وتطبق تريده، وهذا طلع ما طلع بينا شيء. والله انا اذكر واحد من القياده غاطرات اثنين ثلاثه من القامشلي وصلوهن لهلو حب من رزقنا، واشتغلوا ما اشتغلوا. وهذا صار اسمي يحيى الصالح العبد الله.